أعرض بضعفين وأكبر ب5 مرات من طول الميتوكوندريا. They are bonded by a double membrane which includes an outer membrane and inner membrane. تحاط بغلافين، واحد خارجي وواحد داخلي. But chloroplasts have three membrane system. لكن الكلوروبلاست عندها نظام غشائي ثلاثي. احنا عارفين they are bounded محاطة ب double membrane بغشاء مزدوج which includes an outer membrane زي ما انتم شايفين هذا ال outer membrane وهذا ال inner membrane اللي هو الغشاء الداخلي والغشاء الخارجي. لكن ال third membrane هو اللي بيكون ال cycloids اللي حتكلم عنها الحين. ال cycloids هي عبارة زي ما انتم شايفين عبارة عن أكياس مرصوصة وبتكون اللي هي التايكلود وهنتكلم عنها الحين. The double membrane encloses semi fluid stroma. طبعا اللي هو الدبل ممبرين اللي هو الغشاء المزدوج بحيط في اللي هي المادة الخلالية اللي تسمى الستروما اللي هي شبه سائلة which contains enzymes and واللي بتحتوي على الانزيمات لكن وبتحتوي ايضا على التايكلودز اللي عباره ديسك لايك ساكس اكياس قرصيه بالشكل اللي هي بتكون التيرد كلوروبلاست ببرين اللي بتكون الغشاء الثالث للكلوروبلاست هذا التايكلود. يبقى ستوك اوف تايكلودز از جرانم مجموعه متراصه من الاكياس التايكلودز تسمى جرانم مجموعها ككل جرانا. Chlorophyll and other pigments that capture solar energy are located in tycloid membranes. البلاستيدات صبغ الكلوروفيل الأخضر والصبغات الأخرى موجودة وين؟ في التايكلود ممبرين في الأغشية التايكلودية بمعنى في الجرانا. But the enzyme that synthesize carbohydrates are located outside tycloid in the fluid of stroma. لكن الانزيمات اللي بتخلق او بتبني الكربوهيدرات وين موجوده؟ ان ستروما مش في التايكلود في التايكلود ممبرينز مش في الاغشيه التايكلوديه لكن موجوده في وين؟ في الستروما. يبقى الكلوروبلاتس والاذر بيجمنتس موجوده في وين؟ they are found in تايكلود ممبرين في الاغشيه اللي هي التايكلوديه ان جرانا في الجرانا. while the enzyme synthesize carbohydrates found in stroma بينما الانزيمات اللي بتبني الكربوهيدرات موجوده في الاستروما. There are other three types of blastidat. توجد 3 انواع من البلاستيدات. كلوروبلاست وهي البلاستيدات الخضراء بلاستيدز of are plant organelles that are surrounded by double membrane and having varied functions. طب الكلوروبلاست هي البلاستيدات الخضراء اللي حكينا عنها بتعمل فوتوسينثيز. while The chromoplasts contain pigments. البلاستيدات الملونة بتحتوي على أصباغ that result in yellow, orange or red color اللي هي مسؤولة عن إنتاج اللون الأصفر والبرتقالي والأحمر. Chromoplasts are responsible for the color of autumn leaves. البلاستيدات الملونة الكروموبلاست مسؤولة عن إنتاج الكرر في اللون في أوراق الخريف في الفروتس carrots and some flowers أيضا في الفواكه والجزر وبعض اللي هو الزهور. The third type of blastidat اللي هي leucoplast are generally colorless blastids وهي بلاستيدات عديمة اللون that synthesize and store starch and oils. هذه وظيفتها خلق صناعة النشا وتخزن النشا والزيوت. A microscopic examination of potato tissue من خلال فحص لأنسجة البطاطا yields a number of leucoplast. بتكون هذه البلاستيدات دائما موجودة في البطاطا في خلينا نسميها في الأندرجراوند روتس في الجذور اللي هي الأرضية خاصة البطاطا والبصل اللي تحت الأرض. يبقى عندنا كلوروبلاست كروموبلاست and leucoplast. leucoplast موجودة فين؟ في البطاطا والبصل اللي عديم إيش بتعمل synthesize and store starch and oils. كروموبلاست بلاستيدات هي اللي بتعطي الكالرز للفلور والفروت والليفز اللي هو يلو اورنج اند ريد اللي مسؤول عن تلوث الاوراق والزهور. لكن الكلوروبلاست هي اللي بتقوم في الفوتوسينثيسيس في عمليه التمثيل الضوئي.
energy related organelles chloroplast structure. We are going to talk about the chloroplast structure. تركيب الكلوروبلاست زي ما حكينا bounded by double membrane محاطة بغلافين بغشائين inner membrane enfold they form disc like cycloid which are stocked to form grana. طبعا الغشاء الداخلي بيلتف وبكون التايكلودز اللي عبارة عن أقراص واللي بتترس على شكل جرانا. Suspended in semi-fluid stroma. هذا التعلق في المادة الخلالية الستروما. Green due to the chlorophyll. طبعا خضرة لأنه موجود صبغة الكلوروفيل أو الصبغ اليخضور الأخضر. Green photosynthetic pigment. طبعا هي مادة خضراء للتمثيل الضوئي. Found only in inner membranes of the chloroplast. موجودة في خط في الغشاء الداخلي للكلوروبلاست. Mitochondria. Nearly all eukaryotic cells and certainly all plants and algae cells in addition to animal cells contain mitochondria. كل الخلايا تاع حقيقة النواة سواء البلانتس أو الانيمالز كلها بتحتوي على الميتوكوندريا. Even though mitochondria are smaller than chloroplasts. حتى ان الميتوكوندريا هي أصغر من الكلوروبلاست. بلاستيدات الخضراء. The number of mitochondria can vary in cells depending on what in their activities. طبعا هذا الميتوكوندريا بيختلف من خلال في الخلايا من خلال أنشطة الخلايا. Some cells such as liver cells في بعض الخلايا زي خلايا الكبد may have as many as 1000 mitochondria. ممكن تحتوي الواحد فيها على 1000 ميتوكوندريا. We think of mitochondria as having shape like that shown in the figure. احنا بنعتقد ان الميتوكوندريا لها شكل زي هذا اللي مبين هنا. Actually they often change shape to longer and thinner so shorter and broader. ممكن يكون تكون شكل اطول او اصغر او اقصر او اعرض. ميتوكوندريا can form long moving chains. ممكن الميتوكوندريا تكون سلسلة طويلة متحركة or they are remain fixed أو تكون في عدد ثابت in one location في مكان معين typically where energy is most needed وين الطاقة تحتاج. ميتوكوندريا have two membranes the outer membranes and the inner membranes زي الكلوروبلاست في outer membrane الغلاف الخارجي والinner membrane شايفينه they convoluted into crystia بتعرج بكون ما يسمى بالأعراف كريستا ذات بروجكت انتو ذا ماتريكس بيبدا تبرز هذه الأعراف في داخل الماتريكس مادة الميتوكوندريا. This crystal increase the surface area of the inner membrane. هذه الأعراف بتزيد أو التباعدات هذه بتزيد من المساحة الداخلية تاع الغشاء الداخلي. So much that the liver cell they account for about one third the total membrane in the cell. في الخلايا زي خلايا الكبد بتكون هذه العرب بتمثل تقريبا تلت اللي هي الخلية تاعت الكبد. The inner membrane includes semi-fluid matrix which contains mitochondria, DNA and ribosomes. طبعا الغشاء الداخلي بيغلف مادة خلالية سائلة وبتحتوي على الميتوكوندريا الـ DNA لأن الميتوكوندريا بتحتوي على الـ DNA المستقل بذاتها وبتحتوي على الريبوسومات. Mitochondria are often called the powerhouse of the cell. Mitochondria تعتبر بيت الطاقة في الخلية because they produce most of the ATP utilized by the cell. لأنه بتنتج معظم الـ ATP الأدينوسين ترايفوسفيت اللي يستخدم في الخلية. The entire process which involves the cytoplasm is called cellular respiration. كل العملية اللي بتشمل في السيتوبلازم تسمى بالcellular respiration أو التنفس الخلوي because oxygen is used and carbon dioxide is given out لأن الأكسجين يستخدم في ويخرج تاني أكسيد الكربون. Now we are going to talk about mitochondrial disease الأمراض الناتجة عن الميتوكوندريا. So far more than 40 different mitochondrial diseases عرف تقريبا 40 نوع من الأمراض المختلفة اللي بسبب الميتوكوندريا that affect the brain muscles, kidney, heart, liver, eyes, ears, or pancreas have been identified. طبعا هذه بس مناطق زي البرين والمسلز كيدنيز اللي هي الكلى والهارت القلب والليفر الكبد والايز and different organs in the human body.
The common factor among these genetic diseases is that patients' mitochondria are unable to complete metabolize organic molecules to produce ATP. طبعا في هذه الأعضاء بكون الميتوكوندريا عايز إنها تحول أو تحول الجزيئات العضوية وغير قادرة على إنتاج الـ ATP من هذه المركبات العضوية. As a result, toxins accumulate inside mitochondria and the body. ونتيجة لذلك بتترسب السموم في داخل الميتوكوندريا والجسم. Energy related organelles, mitochondria, bounded by double membrane زي ما حكينا محاطة بدبل membrane, a crystal folding of inner membrane that includes matrix. طبعا الكريستا هي عبارة الأعراف اللي بتكونها انبعاجات في الغشاء الداخلي, والماتريكس هي المادة الخلالية الانر سيمي فلويد كونتيننج ريسبيراتوري انزيم اللي بتشتمل على الانزيمات التنفسية involved in cellular respiration produce most of ATP utilized by the cell. The cytoskeleton, cytoskeleton الهيكل تاع الخلية, الهيكل الخلوي. طبعا in this image في هذه الصورة ركز كويس, try to concentrate. They are stained to show the cytoskeleton. طبعا هذه مصورة بأصابغ حتى توضح السيتوسكريتن. الميكروتروبيولز اللي هي الأنابيب الدقيقة اللي هي هنتكلم عنها فيما بعد, هذه اللي هي الخضراء الجرين. الأكتين فيلمن خيوط الأكتين اللي هي ريد نوع من البروتين المنقبض. And the nucleus blue والأنوية هي المصبوغة بالأزرق. Cytoskeleton is present in all cells of all domains of life, archaea, bacteria, eukaryotes. Cytoskeleton, الهيكل الخلية موجود في كل الخلايا, في البروكاريوتيك والايكاريوتيكس. It is complex network of interlinking filaments and tubules that extend throughout the ectoplasm from the nucleus to plasma membrane. شبكة معقدة من الخيوط والأنابيب المترابطة اللي بتبتد عبر السيتوبلازم من النواة إلى الغشاء البلازما. Providing structural support to the cell and cytoskeleton also function in cell motility and regulation. بتوفر الدعم الهيكل الخلية وبيعمل الهيكل الخلوي أيضا على